عمال تضيع في الوقت انت وقاعد على النت، بدل ما انت قاعد قلب في النت يا ابني، استفيد، خد لك كلام علماء يفيدك. If you stopped Earth and you weren't seat belt buckled to the Earth, you would fall over and roll 800 miles an hour due east. It would kill everyone on Earth. People would be flying out of windows. يا ابني مش ده. ده نيل تايسون، ده واحد من أفضل علماء الفيزياء الفلك الحاليين، لكن مش ده اللي أقصده. There was a debate in the Muslim world, where does truth come from? Does truth come from the Quran or does truth come from nature? Scientists said that truth comes from nature. Other people said, no, God can change nature. God is above nature. Nature is a handcuff on God. Truth comes from the Quran, not nature. Well, we all know who won the debate, and that's one of the reasons why science in the Muslim world stagnated for about 1,000 years. يا ابني برضو مش دوت. مش شوكاكو دوت من أذكى الشخصيات الموجودة على كوكب الأرض. إحنا عارفين ده. لكن ملحد. لن يفيد علمه بشيء يوم القيامة. كلنا عارفين كده. عشان كده بقول لك استفيد من كلام الناس العلماء العرب اللي مشرفينا. علي منصور الكيالي، ذاكر استغفر الله العظيم مش عارف ايه، النجار زغلول، الناس دي اديني finally the white man is going to school the black man on how to rap. والجبال اوتادا، وكما ان الوتد اغلبه مدفون في الارض واقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، اثبتت الدراسات مؤخرا أن هكذا الجبال، فكل بروز على سطح الأرض له امتداد في داخلها يتراوح طوله بين 10 و 15 ضعف. قمة مثل إيفرست لها امتداد في الداخل يتعدى 100 كيلومتر. هي انت أرقامك زادت. بص ركز معايا، اللي باين من إيفرست 8 كيلو و800 وشوية كسور، كلنا عارفين المعلومة دي. في جبل في هاواي واللي هو معروف ان هو أكبر جبل على الأرض، من القاع بتاعه للقمة بتاعته 10 كيلو وكسور، يعني هو ده معروف انه اكبر، متسجل على انه اكبر جبل، من القاع بتاعه للقمة 10 كيلو وشوية، اللي باين منه من فوق 4 كيلو وشوية، عشان كده ايفرست اللي باين منه اكبر من اللي باين من موناكية، يعتبر الضعف. اذا بالفقاقة كده اللي تحت ايفرست لو زاد عن كيلو ومتين وشوية يعني هيعدي موناكية، كان هو هيتسجل على انه اكبر جبل بدل الجبل دوت. يعني بذكائك كده اللي تحت ايفرست لن يتعدى طوله كيلو ومتين وشوية كسور. جبت 200 كيلو دي ازاي؟ مش ممكن انفعالك، بعدين لازم تعرف ان الانفعال خطر عليك دلوقتي. انا يا اخي انا، ما انت بتنرفزني وكل شوية تقولي مش عارف 250 ليه كده؟ طيب يا شريف واحدة واحدة معانا، يعني انت عايز تفهمني ان تحت الجبال مفيش جزور يا شريف؟ يعني ما بالمنطق. لا بص سؤالك غلط، حلو، لان الجبال ملهاش نوع واحد. What's up money, you got a problem? What you looking at my ass for? Nah, yo, hold my poodle. Hold my poodle. Yo, what's up? Y'all got a problem? النوع الأول من الجبال اسمه Fold Mountains، ودي أشهر أنواع الجبال وأطولها، وببساطة شديدة بتتكون لما طبقتين من الأرض يخشوا في بعض، فبتبدأ الجبال دي تطلع، والكلام ده بياخد مئات الملايين من السنين، وشكلها بيبقى عامل كده. طب أمثلة عن النوع دوت من الجبال، جبال الهيمالايا في آسيا وجبال الألب في أوروبا. النوع التاني من الجبال اسمه Fault Mountains، وده بيحصل لما يكون في قطعة أرض واحدة والأرض دي نفسها تتشقق لحد ما يطلع جبل ويبقى شكلها كده. وأمثلة عن النوع دوت من الجبال، جبال سيرا نيفادا في شمال أمريكا. النوع التالت اسمه Doom Mountains، وده بيحصل لما كمية صخور كبيرة بتذوب تحت قشرة الأرض وبتبقى حمم بركانية، فبتحاول إنها تطلع لفوق على سطح الأرض بس ما بتعرفش، فبتبقى عاملة زي القبة بالشكل دوت. النوع الرابع بقى اسمه Volcanic Mountains، وده من اسمه سببه البراكين، عبارة عن صخور منصهرة تحت قشرة الأرض، بس على عكس Doom Mountain اللي قبليه دي بقى بتنفجر في السطح. وأمثلة طيب على النوع ده من الجبال هو جبل بيناتوبو في الفلبين. إذن السؤال بقى، هل في نوع واحد عامل زي الوتد واللي هو باللغة العربية حاجة مدببة من القاع بتاعتها ونازلة في الأرض؟ مفيش. ومهما بحثت في النت على إنك عايز تعرف شكل الجبال من تحت إيه، عمرك ما هتلاقي الشكل اللي في دماغك اللي هو عبارة عن الجبل ليه تحتيه جزر أو وتد. مفيش الكلام دوت. في الحقيقة أنت مش هتلاقي غير صورتين بس، الصورتين دول مش هتلاقيهم غير في المواقع العربية، وخاصة طبعا المواقع الإسلامية اللي هي بتدعي الإعجاز، والصورة ديت والصورة ديت. عشان ناخدهم واحدة واحدة، الصورة الأولانية دي لو أنت جربت إنك تبحث عليها في جوجل مش هتلاقي ليها أي مصدر أجنبي، الصورة مش موجودة في أي موقع أجنبي على النت، موجودة
موجودة بس على المواقع العربية وطبعا مواقع الإسلامية اللي أساسا بتعمل كده عشان تقولك إن ده إعجاز على إن ده شكل الجبل. طيب أنا راجل فضولي وكنت عايز أعرف أصل الصورة دي فين، مين أول واحد عمل الصورة دي، وقعدت أدور لحد ما لقيتها في فيديو على اليوتيوب. وهل هو فيديو علمي؟ الفيديو كان فيديو إسلامي، في واحد بيشرح شكل الجبال على أساس إنها مذكورة في القرآن. من الآيات السالفة الذكر يتضح لنا معنيان، إن الجبال تشبه الأوتاد شكلا. يعني هو ملقاش مصدر علمي عن نت نهائي، فرح قالك احنا مش لاقيين شكل الجبل زي اللي في دماغنا، نعمل ايه بقى؟ نخترع شكل الجبل ده. راح راسم شكل الجبل على اساس اللي في دماغه علشان يقولك ان ده شكل الجبل، مع ان مفيش علميا شكل جبل بالشكل ده نهائي. طيب اشريف، الصورة التانية، الصورة التانية دي واللي جت في محاضرة من محاضرات زغلول النجار، هذه جبال الألب على الشكل الوسطي، جبال الألب، ونرى منسوب سطح البحر على اقصى اليسار، ونرى ارتفاع الجبل فوق مستوى سطح البحر، ونرى امتداد الجبل للقاع، ولا اجد كلمة واحدة تصف هذا الشكل أدق ولا أبلغ ولا أروع من كلمة الوتد. أوكي، شاف الصورة دي، الصورة دي زغلول النجار النصاب بين قوسين واخدها من كتاب اسمه The Anatomy of Earth صفحة 220. طب ليه شيب بتشتمه وتقول نصاب يا شيب؟ ما تغلطش، بقول نصاب لأن الصورة دي نفسها اللي هو واخدها من الكتاب فوقيها على طول بالبنط العريض مكتوب هذه الرسمة مبالغ فيها بشكل كبير، الكاتب مش هيعرف يشرح لك اللي تحت الجبل بالمليمتر والاتنين مليمتر، فراح رسم لك الرسمة بشكل كبير عشان تفهم. إنما هل زغلول النجار هيجيب لك الملاحظة دي؟ لا، الإعجاز هيتفركش بعد الجملة دي. وبعد كده تعالى لي هنا واحدة واحدة بالراحة، مستعجل على ايه؟ هل القرآن هو أول من يقول إن الجبال ليها أوتاد؟ لا لا، الإنجيل برضو قال الكلام دوت قبل القرآن، ها، وقالوا كذا مرة كمان. طب يا شريف، يعني الإنجيل ده كتاب سماوي برضو، أكيد الكلام مش هتغير يعني في الكتب السماوية. ماشي، غير الانجيل، واحد اسمه كعب بن لؤي الكافر والعياذ بالله كان من قريش قبل الاسلام ب 560 سنه، يعني طبعا عشان بس نفهمكم معلومه، هو قال الكلام دوت في يوم العروبه. طبعا يوم العروبه دوت عشان بس نكون فاهمين هو يوم الجمعه، كان عند الكفار والعياذ بالله، يعني كان برضو بيخطبوا في خطبه وكان فيهم واحد بيخطب خطبه على الناس، يعني برضو قبل الإسلام ما ياخد يوم الجمعة وواحد خطيب يقف على المسجد ويقول خطبة يوم الجمعة، الكلام ده كان عنده قريش، ويعني الكلام أخده الإسلام، بس ده مش موضوعنا، دي معلومة تاريخية بس مش موضوعنا، بس بديك معلومة كده. المهم، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، روي عن أبي سلمة أنه قال كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة فيخطبهم ويقول أما بعد فاسمعوا واعوا، أقصد فاسمعوا وافهموا واعلموا، ليل ساج ونهار ضاح، والأرض مهاد والسماء بناء، والجبال أوتاد، وهكذا إلى نهاية الرواية. الكلام ده مشابه للقرآن شيء؟ ما مش قصدي، المهم هو قال جملة الجبال أوتاد، ها ده تاريخ موجود في ابن كثير يعني، ولا نحذف ابن كثير عشان متناقضة؟ ما نحذفها من التاريخ مش مشكلة، مهم العدد. How many people here you think? Shit. I don't know, man. 100? 200 whitey hating, chrome packing, ready to bust a cap in any white boy's ass who ain't bringing that shit. Yeah, at least. Yeah. إذن واحدة واحدة معايا بقى وركز كده. واحد، الجملة غلط علميا، الجبال ليست عبارة عن أوتاد، مفيش مصدر علمي هتلاقيه بيقول الكلمة ديت، والنبي ما تروح تسأل شيخ، روح اسأل ناشونال جيوغرافيك والنبي، ماشي؟ اتنين، القرآن ليس أول من يقول أن الجبال أوتاد، قالها الإنجيل وقالها الكفار والعياذ بالله، ربنا يبعدنا عنهم الكفر والوحشين دول. تلاتة، الصورتين الوحيدتين اللي هتلاقي شكلهم عبارة عن حاجة زي إن الجبال ليها جذور أو أوتاد، صورة منهم متفبركة من الشيوخ وشوية بتوع الدجالين بتوع الإعجازات دول عشان يقولوا لك إن شكل الجبال عبارة عن كذا، والصورة التانية إن النصاب زغلول النجار ما قالش إن في جملة فوقيها بتقول إن هذه الصورة مبالغ فيها بشكل كبير. السؤال بقى، فين الإعجاز؟ Oh!